محاضرة اليوم عن نظام التعليم، نظام التعليم عندنا ونظام التعليم الجديد عن سيد بدر. في بس قصة يعني بسيطة، في بالقصة بتقول إنه في واحد مع أمه كان مطبخ، فكان عم تساوي سمك. جابت سمكة وقطعت رأسها وديلة وحطتها بالقلاية، فهو استغرب إنه ليش قطعت رأس وديلة، فسأل قالت له إنه هيك كانت تساوي أمي. فهي طبعا عشان تكون قصة راح سأل الست، فقالت له كانت عندنا مقلاية صغيرة، فنحن كنا نضطر نقطع الديل والراس ونحطها بالمقلاية مشان نساويها، بس المفارقة انه هم عندهم قلاية كبيرة، يعني صار في قلاية كهرباء، فضلت استمرت العادة بس لأنه هي مغناطيسية انه مكرر الشغلة حتى لو كانت خطأ، بس مستمر فيها بدون ما نفكر انه نحن ايش عم نساويها. في قولة بيكاسو يولد جميع الأطفال فنانين، المشكلة هي أن نبقى فنانين خلال النمو. وقت نسأل الأطفال بالحضانة أو بالصف الأول، كانوا كلهم عندهم رغبات، مثلا نجار، ممكن تصنع راعي برا طبعا، ممكن تصنع إنه بدي أشتغل راعي، ممكن حداد، مهرج، طبيب، مزارع، تصنع جميع الأنواع، لأنه ببساطة هن عندهم ما بيخافوا من شيء أولاد صغار بشتى يعني بشتى أصفاء الأرض. بكل نظام تعليم برا وهون الرياضيات هي القمة، بعدين اللغات، بعدين الانسانيات اللي هي علوم اجتماعيه وهيك قصص. مش ليش ما يكون في نظام تعليمي بيعلم رقص، غناء، دراما، رياضه مثل ما بيعلم رياضيات. الشخص فيه يختار المواد، هلا نحن كلياتنا فتنا من مدارس، في مواد بنهتم فيها اكثر مواد بشكل طبيعي. فنفس الشيء بس تتعلم بنفس الكفاءه، يعني الكل ياخذ نفس القدر من الاهميه كل مواد. بس مش ليه ما عندنا هيك شيء. أنظمة التعليم اللي عندنا نحن لهلا تقمع كل ما لم تتعود عليه، يعني إذا في شيء جديد، واحد عم يقدم شيء جديد فتقمعه، يعني إنه هذا نحن غير مألوف عنه، فلا تقربونا عليه رجاء، عندنا منهاج تعليم بدنا نكفيه بدنا نلحق. فدائما نحن عملنا هيك، فبتبعده عن كل شيء بحبه بهدف إنه أنت ما رح تلاقي فيه مهم، يعني مهمة تاخذ منها اخر شيء لقمه عيش او تعيشك حياه مثل ما هن بفكروا انه هن بدهم يعيشوا. بس المشكله انه اللي ما بيعرفوا انه الشغف فعلا بيوصل بالشخص انه يحقق فعلا اهداف قد هن ما لهم مدركينها، بس هذا تعودوا عليه، نرجع انه هذا هو اللي تعودوا عليه. انه لا تقرب على الرياضه، انه تطلع لاعب رياضه بدك تشتغل بعد الدوام، على انك تشتغل تلعب رياضه مثلا بوقت مباراه وما راح تكفي. وهو فعلا هذا واقع، بس عم يثبت برا، طبعا برجع بقول انه عندنا في تاخر بالقصص، بس عم يثبت برا انه لا، يعني نحن نعرف على سبيل المثال للحصر رواتب اللاعبين برا، طبعا ما راح اخذ، خلينا ناخذ مثلا فرق يعني ما كثير مشهوره، بتوصل احيانا لرواتبهم لملايين دولارات او ملايين يورورات بشكل طبيعي. في لاعبين عرب صاروا معروفين برا، يعني هي كمان قصه كمان مهمه كثير. بالنتيجه نحن بنعلم الاطفال باخراجهم من ابداعهم، يعني عنده مبدع الزلمه، لا خليك من النمط هذا، سمعني شوف لي. راح اشكر حاسس صارت معي انه شخصيا صف الرابع كان عم يتعلم الكسور، تصور كلياتنا اخذت الكسور صف الرابع تصور. فنحن لسه اول ما اخذناها فكانت الحصه هي عباره عن تسميع اولي انه شنو نقرا الكسر. فعندنا كان استاذ، انا كنت مدرسه تبع فلسطينيه الانوار اذا بتعرفوها، فكثير شديدين بشكل. التسميع كان عباره عن نص الصف عم يبكي لانه ما حدا عم يعرف يقرا، وعم يتوعدوا انه بس نخلص بدي ندري شو ساوي بمسح فيكم اراضي. فكان يعني مو طبيعي. هلا انا شلون نفدت؟ نفدت لانه كان في دائما واحد شاطر فقال انا حفظتها مثل ما هي، قلت له اياها بصراحه ما فكرت شو عم، حتى ما طلعت على كريتها ومشيت. كان فعلا نص الصف عم يبكي، يعني هي كانت جدا جدا يعني شغله مزعجه انه انت يعني هنا رياضيات، يعني الرياضيات هي اذا بتاخذها بالمعنى انه التقدم هي فعلا يعني ماده كثير تفيد بالتقدم للامم ولكل شيء، يعني كل شيء قائم على الرياضيات، فيزياء وهيك قصص. فلا نحن بنعلمها احفاظ اقرا. بالمناسبه في موقع اسمه ماث بيتر اكسبلين، رافع جدا لحتى واحد يفهم. اي طبعا بس كان ممكن في هي اسمها لوحه اسمها شيم، عباره عن انه طفل حابب شيء معين لكن المجتمع اللي حواليه بيقول له لا هذا عيب او ما رح توصل، لا تفكر هيك لانه اللي قبلك فكروا وما نجحوا،
وهو بصراحة اللي قال له فكر بس انه قمعوه، وفي امثلة كثير. المشكلة نحن عنا انه احيانا نتيجة هالممارسات ممكن نوصل الطفل لمرحلة انه يترك التعليم، وهي هون اسوأ شيء، انه انت تترك التعليم او تترك تختار مثلا خيار ما يوصلك لشيء نهائيا، انه انا ما بدي اروح على المدرسة. وبتصور معظمنا، حتى انا بحكي عن شخص عن نفسي، انا كنت اكره المدرسة بصراحة، يعني ما كنت احب اروح لانه كنت ما الاقي فيها شيء بدي انا، يعني رأي انه بده يسمع لي ورعب مثل ما قلت لكم يعني، فانا مش عارف يعني ما عم بفهم وبدي اسمع شغلات بس تسميع بس لانه حد يحفظها. فكانت كثير كثير تجربه صعبه يعني للصف التاسع، واهملتها كثير طبعا. عندنا كمان شغله ثانيه هي امتحان البكالوريا، في كثير منا بيكملوا بس بوصل امتحان البكالوريا بيفرق. نسمع عن كثير ناس انه يا اخي هذا الزلمه مجمع ناقصه ثلاث علامات بالتاسع، واشتغل شغل كثير بس فرط اخر شيء بكالوريا، ليه؟ بتصوري انا رايي الشخصي هي الضغط الهائل، قناعتك الشخصية احيانا توصلك انه انت ما عندك ماضي يؤهلك انه تقدم هالشيء، او انه فرضا تقول انا ما كنت شاطر كثير فليش لحتى هلا انا اجمع، وهي كثير كثير سيئة هي القصة. عدم وجود ماضي لا يعني انه انت ما فيك تقدم هلا شيء. المشكلة عنا انه اللي بيتخذ قرار بترك التعليم بيصبح هامشي على المجال الاجتماعي. يعني نحن فينا نقول مثل الكومنت بسورس كود، يعني انه هذا بس تقراه هيك يعني مؤقتا وخلاص تمشي ما بتشوفه. طبعا الا اذا كان في عندك فيسبوك. هلا المشكله انه هل انتهى؟ هل خلاص ما عاد موجود هو الشخص؟ ما بقى بدنا اياه؟ ما عاد يقدم شيء؟ بظن انه انا عايشتها عن طريق اشخاص بعرفهم جيراني. بظن انه اللي بيترك التعليم وبيرجع لفتره بعدين انه هو بده يتعلم بيكون عنده شغف اكثر بكثير من الناس بنفس سلك التعليم، لانه هو شاف التجربه انه انا بلا تعليم، بغض النظر عن نظام التعليم انه سيء ولا لا، بس قصدي انه شيء يتعلمه هو شلون كان بغض النظر، بس انه بلا تعليم ما عم بحسن يساوي شيء، هو مهمش. فانا فعلا بدي ارجع لاحق الحلم اللي كنت انا بدي اياه. فهي الفكره هون انه هو ما عاد له وسيله يرجع فيها نهائيا، انه خلص هو تهمش وطلع برا السلك وخلص صار مهمش اجتماعي. يعني انت شخص ممكن تشتغل على التال، شوفير تاكسي، سوزوكي او اي شيء، بس التعليم اكيد. في احد الاشخاص يلي ما فات سلك التعليم ووصف بانه هو غبي، وفعلا هو كان اخر من صفه، هو الذي اضاء العالم اديسون، كان يوصف بانه غبي، كان اخر من في صفه ودرس بالبيت. في تجربه هون حلوه كثير شفتها بالانترنت، بيعلموا الاطفال الزراعه، ما بيعلموا شيء ثاني، اولاد الريف مشان فرضا في الهجره الريف للمدينه وهيك قصص وتشوهات تبع التشوهات الاجتماعيه، فقرروا انه يعلموا الاطفال زراعه. طبعا صور كثير حلوين باينين وهيك يعني مهمه، بس فعلا واقعيين. بيشتغلوا بايدهم، في الولد عم يسجل خطوات من شلون بيزرع وشو بيساوي، بيزرعوا بايدهم بخلوهم هم يمسكوا ويجربوا. نحن هذا عنا اذا بتصور انا اذا حدا ام تشوف ابنها هيك بده يتوسع. هي هون الهدوء يمكن بياكل اكل كمان عندنا هون رجع. هي هون الهدوء عم يجرب. نحن هيك بنعيش اسيرين افكارنا السيئه تجاه مجتمع سيء بنظرته للاشخاص غير المتعلمين. يعني اذا كان واحد غير متعلم، بصراحه انا بحكي حتى عني عن نفسي، انا احيانا لما اشوف واحد غير متعلم انه بعمل حساب انه في تعامل معين لازم اتعامل معه، يعني مو مثل تعاملي مع اي شخص ممكن يفهم، لانه في مستوى معين، هو احيانا قد يكون لا، يعني قد يكون ما له متعلم يعني ما معه شهاده، بس هذا لا يعني انه هو غير مثقف او انه هو مثقف او لا. هي مش كثير نحن بنخلط بيناتها. ممكن انه اسرد قصص كثير عن ناس لا اسرد اكشلي في التقسيم والنظره الازدراء، نظره الازدراء لبعض الفروع عن بعض الاخر. يعني نحن بنعرف كلياتنا انه يكون واحد مثلا دكتور او طبيب عم يدرس طب، طبعا هلا الام بتفرح خلال بس 6 سنين دراسه بعدين هو يستفيد بحاله، وين في عياده وين ما في عياده، انه مهم ابني طبيب. بس انا عايش شخصيا، يعني انا يعني صح لي اني افوت طب،
فكان كل العيلة حتى زعلوا مني إنه ما فتهم. أنا بصراحة فت أول شيء كنت هندسة عمارة وبعدين تركت على هندسة معلوماتية. هلا المشكلة إنه وين؟ إنه في تقسيم في نسب ازدراء لبعض الاختصاصات، يعني مثل نقول مثلا أدبي، جزء أدبي يعني جزء أدبي. فنحن عم نقرا روايات اللي هي لعظماء الأدباء، فأنا ليش أقول إنه إذا أدبي لا يعني هذا الشخص يعني سيء أو ما بيفهم أو مستواه ضحل بالعلم، يعني إذا ما بيفهم رياضيات أو فيزياء يعني خلاص نكبه نحن. بزيارة كنت طبعا أنا تعذبت كثير لاختبر الفرع، لأنه أنا كان بعرف شو بدي تقريبا، كان بدي شيء له علاقة بالأعصاب، بس الجانب الفني الحمد لله عندي ممتاز بالرسم والتصميم. فمع ذلك اتخذت قرار إنه أدور على الكليات وأشوف شو بتقدم كل كلية، لأنه ما في عندنا شيء بيقول شو بتقدم كلية. يعني أنت بتعرف مثلا كلية مثلا هندسة حواسيب ما تعرف شو هي، أتمتة ما تعرف شو يعني أتمتة، يعني شو تبع تعرف إنه كل شيء إنه هذا فحص مؤتمت، وجوز ممكن مثلا إحنا نصمم فحص مؤتمت يعني هي، أو مثلا إنه ميكانيك بيقول لك ميكانيك تح كراج ورصاص وزيت ووسخ مو ظريفة. فأنا زرت أول فرع زرته طبعا إنه بصراحة كنت متأثر بالمجتمع حوالينا، زرت فرع طب. رحت لعند دكتور كان محاضر بالدكتور يعني هو محاضر بفرع بقسم علمي، فسألته قلت له شو رأيك فيه؟ دام عايشين. فقام دغري فيه استبقني وقال له الطب هو أفضل شيء وكان اذكر نفس الشيء هو أروع وأرقى شيء. قام رجع هيك الدكتور كان عم يشرب قهوة حط الفنجان قال له إذا بتفوت تاريخ وبتدرس صح أو أنت بتحبها بشغف هو أرقى وأروع شيء. هي بصراحة كثير أثرت علي كثير كثير كثير. أنا وقفت مرتين معي ورقي مشان أسجل على الطب، وكانت الموظفة تقول لي بدك تسجل ارجع مرتين. نزلني أبي مشان طبعا أبي كان كثير هو الوحيد المتساهل معي إنه شو ما بدك تفوت فوت، شو ما بدك تفوت فوت. نزلت مرتين وقفت على الفرع وقفت على هذا الصراط تبعه شباك، فوقفت وتقول لي شو ما سكان غير يعني خش. فوقف وارجع مرتين وما سجل. وبقول الحمد لله ما سجلت ولا انه هو سيء، لا لا انه هو امره تروح على الدكتور جبالي اروح لعند واحد يمكن يجي، بس لانه انا ما بدي صراحه، لانه انا كنت بدي فوت تحت تاثير اجتماعي بحت، تحت تاثير ضغط اجتماعي، هو هذا الشيء سيء جدا. تلاقي في ناس بعد 12 سنه دراسه بيترك بيقول لك انا اخي ما بدي ما بدي مليت ما حد بدي اياه، ما في شيء عم يحركني، ما في شيء عم يخليني فيه الصبح، ما في شيء. فهذا الشيء كثير سيء. ممكن اذكر كثير 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 يعني امسي على رفقاتي شخصيا انا بعرفهم. واحد فات كليه صيدلي من يوسف اسمه، وهو كان بده شيء له علاقه بالطب النفسي، بس قال لي هي الشغله ما بتطعم خبز، ما ممكن انا اشتغل له عم اشتغل مع مجانين، فمستحيل يعني اشتغل. بالمقابل بعرف كثير اشخاص راحوا بدهم اياه لاقصى الحدود، لاقصى لاقصى الحدود، حتى ماتوا من اجله بصراحه. ماتوا بشكل نظامي. رح اذكر مثال بعيدا يعني لا تحكوا سياسيا، بس باسل شحاده اذا بتعرفوا. باسل شحاده راح لابعد ما يمكن تخيلوا، ابعد ما يمكن تخيلوا، شخص بتحسه بالروايات او القصص، ما له بالحقيقه. درس هندسة معلوماتيه، تخرج قسم ذكاء اصطناعي ثاني دفعه في سوريا هنا كانوا. يمكن كان اول دفعه 2005 هو كان 2006 تقريبا. عارف بكالوريا، درس آثار المتاحف سنتين وما كفى. بحب آثار المتاحف، بس بتعرفوا انتم شلون النظام عندنا، شغله خارقه كثير بالتدريس ما شاء الله. فترك وما كفى. اشتغل مع الأونروا، راح بعثات تنقيب مدعومه من الأونروا، اشتغل كثير لمده سنتين. بعدين استلم قسم الاي تي بالأونروا لانه هم بيعرفوا انه كان شغيل. بعد هيك صار في عنده حلم انه هو يطلع يزور العالم، فاخذ ميتور وطلع على الهند. من هون على الهند بالميتور راح مر بباكستان، افغانستان، تركيا، ايران، مر بمناطق ما في غير ساكن واحد فقط، لا غير بقريه ما في غير واحد فقط. هلا اذا بتفكر هلا تقول هو طبعا مر من هذا الحكي تقريبا 3 أو 4 سنين، فلسه كانت الازمه بباكستان وبافغانستان يعني باوجه. فانه اي حدا ممكن يفكر انه يطلع هلا من هون مثلا، نحن هون بغزه انا جيت متسيح بغزه كان فيها مخاطره بصراحه، فانه من هون لباكستان او لافغانستان كان شغله خارقه.
تعرض لثلاث محاولات يعني دعس مو قتل ما عملتله بس يعني انه بتجيش طرقات مع ذلك كفى راحت اصبعته مع ذلك كفى الزلمه شغوف لاقصى الحدود بحب التصوير هو هون بشوف اللي يوصل عليه الزلمه بحب التصوير فاخذ منحه على جامعه امريكيه بالتصوير مع ذلك لاسباب ما ضروري نحكي يعني لانه ما بعرف اراء رجع لهون كان عم يصور بمصر بحمص واستشهد بحمص فالزلمه جد انا بتذكره يعني تعصر دمع بعيني لانه ذهب الى ابعد ما يمكن الى ابعد ما يمكن ما فيك تخيل ليش كان شغوف بالشغله لحتى يمشي لانه انت وقت تموت او وقت تبذل كل شيء يعني تعرضت محاولات قتل انا كنت برجع من اول ما وسعت كثير بصراحه ما بنفهم يعني من هون يمكن لقدام مترين بوقف بس هو كفى فقديش هذا شغوف لانه انت مستحيل تكفي بشغله اذا ما كنت تحبها مستحيل في قصه كمان واحد عازف طبل اصر ابوه انه هو عازف طبل مشهور بفرنسا جدا سوري اصر ابوه انه هو يدرس ففات اخر شيء علوم انه خلص علوم يعني سهله وخلص ويمشي يعني ابيك شيء يعني فكره هو تعذب كثير وخلص بعد ما خلص اجى لعند ابوه بنفس النهار قال له تفضل هي الشهاده قام طالع على فرنسا طلع على فرنسا وصار هلا من اشهر عازفي طبل دربكي بصراحه الحاضرين عنده بالالاف مطلوب يعني فول تايم هو عنده ما عنده وقت ما عنده وقت نهائيا وكل هالشيء من دربكي قاعد له دربكي وش دراسه له بصراحه شو دربكي النتيجه في موقع بيهانس بس موقع بيهانس هو موقع المصممين في ملايين المصممين ما لهم اي علاقه بالتصميم يعني ما اخذين شهاده بالتصميم لا بكليه فنون في منهم بكليه فنون في منهم قصص بس في من عرب انا انتقيت هي الصوره هو طبعا في هي شبكه اجتماعيه هو هذا حسابي يعني في تصاميم مذهله يعني بتصفر انه معقول هيك شغال في احد الاشخاص تعرفت عليه امبارح هو اردني بيشتغل بشركه مو شركه يعني بيعطي مقالات شو اسمه مجله فوتوشوب هي يعني هي المجله الرديفه للادوبي يعني انه بتنزل كل شيء مشان تدعم حالها انه انا شوفوا شو فينا نساوي بالفوتوشوب فالزلمه اردني ما معه شهاده بس من ارقى المصممين من اكثر المصممين المطلوبين وتصاميمه خارقه يعني انا ما حطيت صوره للاسف النتيجه اذا ما الهدف من الاله إذا خدت شبهها من تعليم بآلة تعطي تعليمات أنت بدك تتلقى بغض النظر شو كانت ظروفها بدك تتلقى وتعطي تعطي يا سلبا يا إجابا إذا إجابا أنت نجحت إذا سلبا أنت رسبت يجب علينا إعادة التفكير في المبادئ الأساسية التي حفظت في عقولنا عن التعليم والتعليم أنا أعطيكم عن الفيلم الأول نسيت انه اعرف عنه اول شيء فاز بجائزه تيد برايز 2013 عمره 61 سنه وخد الان بالهم هلا انا تركت التسفيل لتشوفوا قديش تاثير هذا الشيء عليهم يعني حتى رواد تيد اللي يعتبروا هم يعني من الفلاسفه علماء باحثين اطباء سفروا له هذا دليل على انه قديش هذا الشيء فعلا مؤثر فيهم يعني قديش هم فعلا بفكروا فيه او يمكن عايشوه هي كثير شغله مهمة. هلا تخيلوا حالكم صايرة مع الكلب بنقاش ممكن يكون هون على كيف كذا بنقاش حول معلومة وما حدا طلع معه الحل فبما انه الانترنت متوفر فبتفتح ويكيبيديا طبعا يعني معظمنا شايف ويكيبيديا اذا مو باحث فيها فبتلاقي الحل دغري وبتقول لهم هذا هو الحل فعلا فساعتها توقف النقاش خلاص هذا هو الحل هي هي الاجابه الصحيحه هي اللحظه اللي بتقول اها فعلا وصلتني المعلومه هي اللحظه هي لحظه تعلم سميتها لحظه تعلم اجتماعي لانه ما بتتم ببيئه يعني تحت نظام معين بتتم بالمجتمع بشكل عام ممكن تتم بالميكرو مع موبايلك انت مثلا تبحث عن شغله اخذتها فرضا او شيء سمعت عنها فبتبحث مثلا بالويكيبيديا على بال 3G فبتلاقي مثلا انه لقيتها فهي اللحظه هي اهم لحظه لانه انت تعلمت شغله بدك اياها انت يعني ما بتكون دورت عليها اذا بدك اياها ما بتهمك
هذا التعليم الاجتماعي ممكن يستمر للحظة اللي هي لحظة تلقيك المعلومة أو معرفتك للمعلومة، ممكن يستمر ساعات بقراءة لكتاب معين، وكثير منا قرأ كتب غاص فيها يمكن ما نام ليلة، أنا صارت معي إنه ما نمت ليلة عم بقرأ كتاب معين، أو ممكن يستمر لعمر، يعني في ناس تعطي عمرها كله لشيء معين هي بدها إياه، هذا مهم، هذا هو شغفها. أحكي قصة صارت معي، أنا آسف عم بحكي كثير قصة صارت معي مشان ما أحكي شيء خارجي. سوينا سيارة، كان في عندي مشروع بحادي عشر، يعني كان سيفيت حادي عشر، إنه نساوي سيارة فقط، سيارة أول شيء. فحكيت مع رفيقي هلا هو بالقاهرة بمصر، كان طبعا هون، فإنه قال لي ليش بنساويها سيارة على الطاقة الشمسية؟ فقلت له الطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية بنساويها، يلا. فاشتغلنا، كانت عبارة يعني نحن ما نعرف شيء، فجبنا دفتر إنه بنحط فيه شو بنعرف وشو لازمنا لنعرف. هلا بصراحة صفحة بنعرف هي مو صفحة، سطر هو قانون أوم فقط، هذا ما هذا غير هذا ما نعرف شيء نهائيا، حتى ميكانيك ما نعرف يعني نسيانين كل شيء، حتى نحن ما تصور أخذنا شيء اسمه علاقة بالحركة الميكانيكية غير سرعة وتسارع بس. وحتى الشيء شو لازم نعرفه كمان ما بنعرف شو لازم نعرفه، فهي كمان كانت شغلة. اتفقنا إنه نساوي أي مو أي شيء، نشتغل نحن من حالنا على أساس نتعلم من حالنا. نحن ما كنا بصراحة ما كنا بعرف لا تيد ولا تعليم ولا أوبن سورس ولا شيء، ما كنا بعرف أشياء. فحطينا تصاميم كنا نرسمها على الرسام، كانت الرسمات شنيعة بشكل. المهم حطيناها هون، جبنا قطع وكان من مصروفنا الخاص. طبعا أنا يعني كان معي شوية مصاري، فنقصنا دولار ثبتناها على بلوك أكثر شيء مشان جرب. المهم هلا جايبهم حديد. ساويناها واشتغلنا فيها، هي عبارة عن إطار وحطيناها بدواليب ووصلناهم بمحور وفي مسنن وفي واحد بس بدوز وفي مقعدين. حتى المقعدين جبنا مقاعد لاسيك للتعفون اللي بتحطوها مثلا بعرس او بس ما بعرف شو. المهم قسينا الدولي، قسينا الدولي، قسينا الرجلين وثبتناهم تثبيت بالبراغي وحان وقت التجربه يعني. فهو قعد ما صار شيء، فانا لسه بدي اقعد ما حاس فينا، قام طقت بالنص. فنحن كثير تفاجئنا، ما تفاجئنا كثير بس يعني نطقت بالنص، يعني راح مصارينا كلها دفعناها على الفاضي. طبعا الطاقة الشمسية شلناها على جنب لأنه كانت تكاليفها كثير، جبنا كتاب عشان نتعلم كان كثير صعب وما كان في حدا بصراحة يعني ممكن يساعدنا 100%، وما كنا نحن نعرف مين نحكي، بجوز كان في بس نحن ما عرفنا مين. لغينا مشروع أنا اجت البكالوريا، طبعا أنا ما فت دورة بالصيفية، فتت أسبوعين. تعليقا على هذا الشيء، وقت فتت أنا كان في موجه الفيزياء شوي سمين بالسعادة، بس يعني شو اسمه ما حققت عليها. صيرف صحيح هذا ما نذكر اصلا. المهم الزلمه هذا اول حصه بنفوتها بهدل طلاب بهدله، لانه في واحد ضحك هو فيه بتضحك ضحكه يعني عاديه، يعني هي ضحكه مو عاديه كثير بس يعني هو هيك جد هيك بيضحك، فمسح الاراضي يعني جد جد كلام ما ممكن يقال غير بمذهلين. فانا وقت صفنت هيك صار ايدي زرق، تلبكت كيف قال عن قسم الدماغ الزاحف اللي بيوقف، انا ما بعرف بالضبط بس بيوقف بيعمل شط للدماغ كله، بيوقف ما بتعرف تقعد تفكر. يعني انا عمليه ضرب وحده ما كنت اعرف اساويها بالسعاده نهائيا، مع انه اشتغلت بالصيفيه بالشتويه بالسعاده تركت ما احسن كفي. وللمفاجاه البحته ما بعرف يعني، بس انا بالنسبه لي يعني هلا مفاجئ انه انا قدمت بكالوريا تقريبا لحالي، يعني انا عقدته للاستاذ مو الاستاذ الموجه تبع السعاده، كان يتصل فيني اخر شيء يا جاي ولا مو جاي، لانه كنت روح شوف ما بعرف. هي فعلا تجربه كانت خارقه للبعض، تجربه سيئه كثير لي وللبعض لي بس ما بعرف. برجع التجربه اللي نحن سويناها تبع السكريبت وقت بالصيفيه كنا اشتغلنا، طبعا كان في معارضه كثير من اهلنا، لانه مثل ما قلت لكم انا تارك الدوره، يعني انه شو عم تسوي؟ يعني شغله ما عم تسوي، سويناها على السطوح لدرجه انه جينا مشان ننزلها ما نزلت معنا، لانه احنا ما عاملين قياسات حسب الباب، فقلنا بنجربها على السطوح، ورق على السطوح عند الفيل. القصه انه نحن بجد كنت في كل يوم انا متحمس بدي اقوم ونام انا عم فكر فيها، مع انه هي قد لا تكون يعني ما عم تسوي اختراع، انا يعني ما حدا عم برجع عيد اختراع العجل، بس يعني انه كان شغله بتهمني، ما في هدف من وراها، بس انا كنت كثير بحبها يعني حابب انه اسوي هيك شغله. في قصه الشغف الحقيقي بتحقيق شيء لا يدعك تنام في الليل ويجعلك تقفز من السرير في الصباح، هي كثير اثرت فيني صراحه. في كثير طلاب ما بيفهموا، هلا بيقول لك مثلا
انا كنت عاني من بالسعاده اول شيء انه ما كنت نام كثير. وفي طالب من طلاب سال الاستاذ قال له شو سر النوم الكثير؟ قال له انه انت بدك تهرب الواقع عندك، انه ما بدك تشوف يعني دراسه وقصص وضرب، هو فعلا بس اذا كنت انت بتحب الشغله فبتفيد حالك. متاكد انه اي واحد يكون عاش تجربه ولو صغيره بحياته انه في شغله حابه عم يفيق الصبح مشان ما عم يضل نايم، ما بضل هيك مقروق وانه ايه بدي اقول وبدي ايه. في بروجكت اولى هو من احد مواقع بتوفر مشاكل بدك تلاقيها خوارزميه معينه. خوارزميه تحلها بتحلها طبعا مو مستحيله للحل. ما في شيء اسمه شير، اسمك غير معروف. يعني انت اذا بتحل مساله ما بتعملها شير على الفيسبوك يا دشان حل مساله، لا ما في شيء. فالدافع منها هو مو دافع شخصي، مو دافع اجتماعي، يعني انا بدي اظهر انه انا عم حل. لا لا، دافع انه انت شخصي، لانه انت ما رحت معرف، ما لك اسم، لك اسم حسابك مشان تفوت عليه. ما بتعرف مين انت، بتعرف انه بس مين حل المشكله، يعني كم واحد اسف حل المشكله، بس مو مين حلها. فالدافع للحل هو شخصي، بدك تحل حل، بدك تحل سكر الموقع مشي. فبجد انا حلت هلا اربع فرع خلص. بس يعني اجت بنهار واحد حلت اثنتين، ويعني اول ما حلت وحده كثير يعني صار عندي شغف اني احل الثانيه. هلا انا تعذبت كثير بالخوارزميات، انا ما قدمت خوارزميات بالفصل الاول تاعنا اياها، كان دفتر عسكري خالص طبعا. بس انا قلت الحمد لله انه كان دفتر عسكري خالص، لانه انا ما كنت دارس طبعا. ما كنت دارس لانه كنت بتعرفوا انتم معظم بعرف رح احكي عن هيك، في عندنا مواد بتنعطى هيك تحس حالك ضايع، ما عرفان تمسك شيء. بدك تمسك مراجع، تجمع عندك مراجع هيك لماده وحده او لفقره وحده احيانا صراحه. فما بتعرف تعرف ايش تساوي، فبتصاب بالاكتئاب بتترك الماده. مع انه هي بتكون كثير ماده بايخة وسخيفة، كثير بايخة وسخيفة، بس انت نتيجه تعظيمهم لها هني انه هي انتبه عليها وهي هون، او احيانا ما بينتبهوا على شيء، بقول لك هي ماده مشي، بيعطيك الاسطوانه وتمشي، فانت بتكون عندك ماده كثير موسعه. طبعا مو بس مشان خوارزميات، في كذا ماده صارت معنا نفس الشيء. في تعليم مفتوح او تعليم تشاركي بالمجتمع هو ما له وريد. هلا ما له وريد تراكم اخطاء نظام تعليم سابق حتى تولد عن نظام جديد. هو من زمان، يعني كان في عندك من امتداد فلاسفي من سقراط، بلوترك، روسو، جان جاك روسو هو شاعر وفيلسوف، وفي كذا فيلسوف ثاني هم كانوا عم يشرحوا عن نظام تعليم قائم على التشارك. يعني انا بقعد مع ناس بيجمعنا شغف واحد او بيجمعنا موضوع واحد بنحكي عنه. هلا حاليا توفر كثير ادوات لتحقق هذا هي الرؤيه، ما بقول الحلم لانه هذه الرؤيه ما كانوا كان عم يعني تعبير عن الفلسفه. بس وصلنا لموقع انه عندنا هي الادوات ضمن هذا الاركيد داتا فرضا. يعني في ناس مثلا برا في جماعه تبع الويب ديفلوبر انه عم يشتغلوا فيها ويب ديفلوبر. هلا في اشياء ثانيه انه اذا انت بدك تاخذ شيء كورس مش موجود هون، او بمناطق مثلا ما في عندك شيء بس في انترنت. فصار في شيء اسمه الموكس، ماسيف اوبن اونلاين كورس. ماسيف هذا شعار لقيته على بيهانس. زلمه مصمم عادي طبعا، تصميماته رائعه كلها. بس كان في تجمع كمان مثل هالتجمع مثل اي تي بلازا، سموه الانلوك يونيفرستي، يعني افتح الكليه، يعني خلي الشغلات مفتوحه. انا بدي احضر، بدي داوم، ما بدي داوم. طبعا بتحدد دوام. هلا انت اكيد ما رح تفوت كليه بدك اياها وما تداوم بصراحه، فبتحدد دوام بمدى انت رغبتك بالقصه، بتاخذ مواد بدك اياها. في قصه هي الموكس هي عباره عن تجمع. هذا خان كلمه معقده. الموكس هي عباره بس عن مرجع بتضم كل المواد الموجوده اللي فتحتها الكليات، وكليات كثير كبيره، هارفارد، اوكسفورد، ام اي تي طبعا معهد، بس يعني من اقوى الكليات. هي حطت موادها متاحه للجميع، ممكن تنزل مواد تدرسها، طبعا ما بتاخذ شهاده. في بعض منهم اللي هي مثل الايدكس اللي هي تعاون بين هارفارد وبين ام اي تي. رح ارجع لهون. خان اكاديمي بيقدم محاضرات خاصة، يعني ما بيقدمها دكتور. هلا ممكن يقدمها دكتور بس مو باسم كلية، ومو باسم كورس مقدم بالكلية. يعني انت مثلا في عندك الجبر، ممكن تلاقي مثلا كورس على الجبر، بس هو ما له علاقة بمنهاج معين، هو بيشرح لك عن موضوع معين. فهو هيك. في مجلة فوربس اللي هي مجلة يعني معروفة، فتصدر الغلاف تبعها.
وله لقاء على التيك. في طبعا شركات ثانيه مثل الكورسيرا اللي هي عالمين حاسوب من جامعه ستانفورد تساووا، بس بدها مصاري، تدفع مصاري عشان تاخذ الكورس. الايدكس، نجي على الايدكس. الايدكس اذا شايفين الشعار في هارفرد وفي الماساتشوستس. هلا هدول الاثنين سووا هاي الايدكس، هي بتقدم كمان نفس الشيء. هن قاموا اول شيء على فكره ام اي تي اكس، هي من ام اي تي، توفر الكورسات اونلاين للكل، ممكن كل واحد ينزل. انا نزلت شخصيا كذا كورس شفتهم، في خوارزميات، في كل شيء، في يعني كل، حتى في طب، في قصص، في كثير شغلات. فانضمت لهم كثير جامعات ثانيه بعدين، بعد ما شافت انه في اقبال هائل عليهم، يعني بالملايين صار في اقبال، لانه في ناس قاعد بيته ما شاف يروح على الكليه، ما بدي اشوف حدا، ما بدي اروح على الكليه اخذ شغلات ما بدي اياها، انا بدي كورس معين افهم شو هي، شو بتتم هي العمليه، فيك تاخذ هذا الكورس اونلاين. بيوفر شهاده، شهاده حضور، اذا فيكم شوفوا، this is certified that ما بعرف شو اسمه، successfully completed circuits and electronics. بس انه هو اتم، هي مانا شهاده، يعني انه فيك مثلا انه انا معي شهاده مثلا ام اي تي، او انه شهاده خريج مثلا بهي، او خريج مثلا كهرباء، لا هو بس بهذا الكورس انه انت اتميته بنجاح. طبعا صار الكورس هاي الشهاده موجوده على الانترنت، فكل صار فيهم نسخوها وبيصير شو ما بكون فيه. اخر قصه صارت من قبل تقريبا شي اربع ايام، تصور الكل سمع فيها، الطالب اللي لقى علاج السرطان عمره 16 سنه، هندي اسمه اربون ناير، ثانوي، يعني طالب ثانوي بمدينه كالجاري غرب كندا. هذا هو. انا حطيت بعض اهم النقاط، ممكن بالاحمر هو يعني لازم اهم شيء. راح اذكر بس في قصه كثير ساعدتني، انه هي بين طريقه جمعت بين، يعني الطريقه اللي هو اشتغل فيها جمعت بين العمل، الجهد، التعقيد والبساطه والتعمق بالدراسه الوصوليه. يعني شلون اجتمع التعقيد مع البساطه؟ التعقيد انه هي شغله كثير صعبه، يعني اذا بقراك انا بجوز حتى خلط بالقرايه، تحسين علاج عبر التقنيه الضوئيه الحراريه من خلال الاظهار، ان الاظهار ان الماده مضاده حيويا 17 اي اي جي بامكانه السماح بمواجهه الدفاعات الخلويه السرطانيه ضد المقذوفات النانويه وجعل العلاج اكثر فعاليه. اتوقع ما في شيء، بس القصه انه جد معقده، يعني كلياتنا سمع بالنانو، تقنيه النانو، فالزلمه 16 سنه لحتى يوصل لحتى يفهم شو تقنيات نانو، يعني اشتغل كثير. بنفس الوقت هو ما درس طب 6 سنين واختص بعد 12 سنه، او ساوى جراحات كثير لما فات مركز ابحاث. هو خلال سنتين امضى الباحث الشاب عامين في العمل على فكرته، في العام الماضي تمكن من استخدام منشات مختبرين تابعين لجامعه كاليجاري والاستفاده من مصالح رئيسهما. وردا على سؤالي في وكاله فرانس بريس، اشار نايف الى ان اهتمامه بالموضوع بدا بعدما تلقت جدته نبأ اصابتها بالسرطان. لذا بدأت بدراسة السرطانات بشكل عام، وقرأت الكثير من الأمور حول العلاجات. ما أخذ كورس، ما راح على جامعة، أوجد علاج لسرطان في أبحاث، في ملايين دولارات بل مليارات عم تشتغل عليه. 16 سنة، عامين، نانو، يعني هدول بيقصوا كل شيء، تصور. بالوقت نفسه قال هو لذا قرر خوض التحدي بنفسه. هي نرجع بقول انه ما فات كورس، لحاله اشتغل لحاله. هلا في الفيديو الثاني طبعا طولت عليكم كثير، بس في بعض الكلمات المفتاحيه، يعني هذا الكلمه اللي هو سير هون قبل الثاني، كين روبنسون، ممكن كين روبنسون، هو يعني لقب كسير، يعني هو من الملكه بسنه 2003 لخدماته بالتعليم. هو عباره عن محاضر، كان اكاديمي بجامعات، بس ترك الجامعات صار عم يشتغل محاضر بمجال التعليم والابداع. في بعض الكلمات مفتاحين مشان ما تنقل طبعا، بس عشان تذكروا اليوم. يتحملون حياتهم، ليس الجميع بحاجه للذهاب الان، ربما يذهبون بوقت لاحق. لم ياخذوا هذا على محل الجد. هو المشكله. مقابلات، ذكر المقابلات اللي سووها للاطفال ب تبع نيويورك الباري. تخيل بيجي يعني مقابلات منزل منيح ولا لا، طفل شو بده يعرف؟ بدي اعرف بالي. الوجبات السريعه، الانسحاب من التعليم وفي المنزل.
أكثر شغلة تحسرت فيني من يجي أو في المنزل إذا كان هذا هو المكان الذي قاموا باختباره فعلا لأن اخترت فعلا. هلا شفت انتو انه كان فرق كثير كبير وكان عم يحكي بين انه هل اذا انت بتعرف تحل مسائل الرياضيات هل انت اهم من اي مغني او هل انت اهم من اي ممثل؟ بصراحه انا بالنسبه لي انه لا، لانه هي لا تقاس بالصعوبه، هي تقاس بمدى شغفك ومدى انتاجك انت بصراحه. في مشان ما اطول اخر شيء اخر فقره، في جمع في اسمه انكولج. الانكولج is a social movement that aims to change the notion that going to school, to college is the only path to success. يعني هي حركة اجتماعية تهدف إلى تغيير مفهوم بأن الذهاب إلى الكلية هو السبيل الوحيد للنجاح. من في لا أكثر من هدف، من أهم يعني أهم شو اسمه مو هدف، هي مبادئ. You can contribute، ممكن أن تساهم بالمجتمع دون الحاجه الى يعني شهاده جامعيه. وهي اهم وحده، هي الجايه. You don't have to decide what to do with your life at age 18 سنه، يعني نحن 18 سنه بدك تكون عندك قرار بدك تغزو بانه شو تساوي بحياتك. وهذا الشيء فعلا خاطئ. انا عشته بصراحه، برجع بقول انا يعني انا اسف عم بتكرر بس انا فعلا عشته لانه انا غيرت فعلا. يعني كنت هندسه معلوماتيه، كان بدي طب، هندسه معلوماتيه فتت، هندسه عماره وبعدين فتت هندسه معلوماتيه. بتمنى بس بالنهاية إنه اللي بده يأسس عيلة بكرة ما يقنع طفله، ما يعبي فيه من هو عمره شهرين مو سنة، شهرين إنه دكتور العيلة. أنا في عندي خال هلا مو متقبل إنه أنا أكون معلوماتي مع طنطو بصراحة، لهلا ما بيحكي معي يعني مثل ما كان يحكي معي، مع إنه كان أقرب خال لي. وقت يحكي على التليفون بيجي يعطيني إمه وخلاص. أثر فيني كثير بس أنا يعني هذا قراره هو مو قراري بالنسبة لي. نحن الآن نتحرك بعيداً عن الشكل التقليدي لهرمية التعليم، المدرسة ثم الجامعة ثم التخصص، والتي كانت البوابات الوحيدة للتعليم. استبدال نظام التعليم بآخر الحديث يكون فيه التعليم مفتوحاً حراً، حيث موارد التعليم ليست حكراً عند أحد، بل متوافرة للجميع، وذلك لخلق المزيد من فرص حياة أفضل للعديد من الناس. وشكراً في استماعكم، وإن شاء الله ما حطولت عليكم. اسف بس انا ما قصدي انه يكون هيك بس عشان تشوفوا هيك. هي لفت سكول. اذا انا غادرت الكليه رح اصير بالشارع. انا قصدي هيك وهي من هاي.